من قلعة دمشق التاريخية وبمشاركة عربية، افتتح مهرجان بأيدينا الذي ينظمه الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية وبرعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. يشارك بالمهرجان نحو 160 أسرة منتجة من جميع المحافظات، وتتنوع معروضاتهم بين الأعمال الحرفية واليدوية والمشغولات الخشبية والشمعية والمطرزات ولوحات فنية وأكسسوارات وألبسة وجلديات، إضافة إلى منتجات غذائية. وزارة الشؤون عم ندعم الأسر المنتجة دعم مو طبيعي، وفرحتنا الكبيرة هي إنه جابوا 14 دولة عربية على سوريا لحضور المؤتمر الأول تبعهم. هذا الحكي شرف لنا وفخر لنا بسوريا، أثبتنا إنه نحن بسوريا فعلا قلب عروب النابض، هي الدولة الأولى لكل مواطن عربي بحب يجي على سوريا. العمل اللي عم نشوفه عمل جبار جميل يقدر عاليا من قبل الحكومة، وهناك حسب ما فهمت 15 يعني دولة عربية مشاركة اليوم في هذا المؤتمر وفي هذا المهرجان. لكل هذه الأسباب الحقيقة نحن بنقول إنه الدنيا بخير مثل ما بنقول بالعامي، وسوريا بخير إن شاء الله. أشكر رئيس المكتب الإقليمي في سوريا على هذا المهرجان الرائع اللي جمع عدة أسر منتجة وأسر متعففة لدعمها وتسويق منتجاتها بحضور 15 دولة عربية مشاركة معنا بالاتحاد. مشاركين من خلال مشروع الأغباني، كونه نحن عندنا مشروع أغباني بمدينة دوما بيستهدف حوالي 400 سيدة عم يشتغلوا بالأغباني. طبعا هن عم يشتغلوا بالأغباني لأنه الأغباني هو الهوية وحرفة دوما. مهرجان كتير حلو وإجا متزامن مع وجوده بقلعة دمشق، يعني اليوم التحفة الفنية البديعة اللي عم تتواجد قدام هذا الحجر الفني اللي تبع الآباء والأجداد، وهذا الأرث الحضاري اللي عندنا بصير قطعة كاملة متكاملة بالخلفية وبظهورها بشكل جيد. والله اليوم نحن نلاحظ انه هذا المعرض فعال، والأعمال الفنية اللي موجودة داخل سوريا لها موروث شعبي، فيجب علينا المحافظة على هذه الموارد. المكتب الإقليمي متخصص ان يحافظ على هذه الأعمال الفنية حتى يبقى مستمر على عملها وفنها. المهرجان هو للإضاءة على هذه الصناعات التراثية للحفاظ عليها وتطويرها بشكل دائم، إضافة إلى أهمية التركيز على تدريب الشباب على هذه الصناعات كونها تمثل التاريخ العريق للدول العربية. اشتغل كروشيه بالنول، مشتغل فيها، بشكر المكتب الإقليمي لأنه هو اللي ساعدنا أول مرة، بعدين هالتاني مرة مشترك فيها. شاركنا معه الدورة تانية لأنه لقينا في كتير مساعدة بالنسبة للسيدات يعني ضمن اللي عم تشتغل ضمن بيتها. مجال عملي بالرمل على الخشب وبأوراق الشجر كمان، وهي أول معرض بشارك فيه أنا حاليا إن شاء الله. غير الأدم كان عندي أعمال بس جبت نموذج أنا للعمل الفني. بلشت بالمشروع أول سنة بالجامعة، اليوم أنا سنة رابعة. بلشت أنه بمحبة إلى النحل، للمخلوق النحل، وصرت بلشت بخليتين ثلاثة وكل سنة عن سنة يمسي. الاتحاد عم يقدم لنا كتير قصص، كتير شغلات دعم، يعني على طول هنن حتى من غير معارض هنن عم يشاركوا منتجاتنا عندهم وعم يدعمونا بدعم كامل. المشاركون من دول عربية أشادوا بأهمية المهرجان عبر ما تضمنه من إبداعات وأعمال مختلفة تعكس أجمل صورة للشعب السوري وإبداعه وصناعاته التقليدية والحرفية، إضافة لدور وعظمة المرأة السورية التي قدمت الأبطال والشهداء وتكافح وتنتج وتعطي أعظم المخرجات.